شاي باللوز. في شعار هلبة للشاهي، وقالوها بعضهم ليبيين، وخلي بنجيب لكم شعر أنا يعز علي الشعر هذا. يقول: هاتي أسقني روحي فذاك الأخضر، شايا كساه الماء لونا أخضرا، كالخمر في جلب السرور، ولم يكن كالخمر مرا أو حراما مسكرا، شتان بين شيء تفعله شاكرا والشيء تفعله خائفا متسترا. فاشرب جهارا من حلال طيب، من ذاقه شكر الإله وكبر. هذه الأبيات لأحمد رفيق المهدوي. الحق الشاهي مش موضوعنا هنا، مش هذا الموضوع اللي أنا أصلا بنتكلم عليه، بس الشاهي مونسني وحط بجنبي شاهي باللوز على فكرة. والشاهي ولا رمز من رموز الحرية، وحتفهموا علاش. جبت أبيات المهدوي لأنه فعلا يجسد الوطن بامتياز. سمي سنة 1960 بشاعر الوطن، فهو ولد في مدينة جادو، تلقى تعليمه في نالوت، بعدين انتقل لمصراطة مع والده، ومن غادي انتقل إلى الزاوية، وبعدها تنقل مكمل قرايته الابتدائية في طرابلس. شاعر الوطن كان ينتقل بين المدن الليبية الحرة اللي نسموها اليوم مثلث الحرية اللي يعرفوه الناس اليوم، اللي يدور على طرابلس اللي هم نافوسة بما فيها زوارة، الزاوية ومصراطة. خليني نحكي لكم شوية على إقليم طرابلس. خلوني نقول لكم على التيشيرت هذه اللي لابسها، واللي تعبر عن إقليم طرابلس، واللي ليها الفخر بأنها تأسس فيها أول جمهورية في إفريقيا، واللي صاحب فكرتها الشيخ سليمان باشا الباروني بالتعاون مع فرحات الزاوي. الباروني يمثل النفوسة، فرحات الزاوي بيك الزاوي يمثل الزاوية، ورمضان السويحلي مثلث الحرية زي ما قلنا، نفوسة الزاوية ومصراتة. كانت هذه المدن دائما عبر التاريخ فزاعة للذود على مدينة طرابلس، من عصر الأغالبة لعند الغزو الإيطالي وتحرير طرابلس من الدكتاتور، واليوم تحريرها من القرامطة وغزو البدو الهمج من القبائل الشريفة. هذه التيشيرت هي تيشيرت الجمهورية الطرابلسية، هكذا كان علم الجمهورية الطرابلسية. شوفوا معاي، هذاك كان بشعر عربية فصحى، خليني أقول لكم شعر بالعامية. يقول الشاعر اللي فرنساسي مسعود التاجور بوستي، يتكلم على القرامطة في هذاك الوقت: سوى ترحلوا ولا عليها واطو، طرابلس قديمة وأهلها فصاطوا، قداش ترحل ليلة قداش تمشي فوق ظهرك حيلة، انت درتها وصبحت عليك طويلة. عليك لايدة من كل جهة حاطوا، عليك لايدة من كل جهة حاطوا، ايش نذكركم هذا اليومين هادو. تسمعش قبل بجدك كيف ما طاري له، جابوه راسه فوق من زراقاتو، تسمعش قبل بجادو أهل الوفاء بالماضيات ينادوا، كل ما عملته في الجبل ما كادوا، رحتوا كيما راح البعير فلاتوا. بدأ يطير علي الأشعار، بدأت عليكم قلوب المسلمين سوادوا، حول انقرض يصعب عليك خياطه. المهم بنوقف هنا، قصيدة طويلة هلبة الحق، يعني تتكلم على قرمطي ينتقد أحفاد المجاهدين وأحباب طرابلس. القرمطي هم القبائل البدوية اللي تدعي أنها قبائل شريفة للي ما يعرفوش، واللي غزت العاصمة طرابلس لمدة 14 شهر الآن، وهذه مش أول مرة على فكرة. كيف لا ما يكونش الجمهورية طرابلسية عاصمتهم طرابلس، اللي هم كانوا ديما دايرين عليها من قبائل هوارة إمصرات ورفلة وزبليت ومسلاتة وغرب طرابلس، كلها تقريبا اللي تمثلها الزاوية وزوارة الحرة في المنطقة الغربية. خلي ننقلكم شيني يقوله البراني على طرابلس ديما، ما نبوش شهادة أولاد البلاد، نبو البراني شيني يقول على طرابلس. وخلوا نبدأ بواحد متأخر شوية في تاريخها، واللي هو العياشي. تعرفوا رحلة العياشي اللي هي في القرن 17 الميلادي. خلينا أقرأ لكم شوية من الرحلة متاعه، واللي معلمها الصفحة هنا. يقول: جمع لأهلها من زكاء الأوصاف وجميل الإنصاف، وسماحة على المعتاد زائدة،
وعلى المتعافين بأنواع المبرة عائدة، لا تكاد تسمع واحدا من أهلها لغوا، ما يسبوش وما ينعنوش، إلا سلاما ولو لمن استحق ملاما، سيما من الحجاج الواردين ومن تسب إلى أهل الخير من الفقراء العابدين، فإنهم يبالغون في إكرامهم ولا يأولون جهدا في إفضالهم عليهم وإنعامهم. ويقول هنا في الصفحة اللي بعدها، يقول: مدينة مساحتها صغيرة وخيراتها كثيرة ونكايتها بالعدو شهيرة، نكايتها بالعدو شهيرة، ومآثرها جليلة ومعايبها قليلة، أنيقة البناء فسيحة الفناء، عليها الأسوار متناسبة، واسعة طرقها سهل طرقها، إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف وجميل الإنصاف، وسماحة على المعتاد زائرة، وعلى المتعافين على أنواع المبرة عائدة. للأسف دايما يفهموا كرم أهل طرابلس وأخلاقهم وعلوهم وتسامحهم بأنهم هم زني اللوات، وأنهم هم ما يستحقوهاش، وأنهم هم ما يقدروش حتى يدافعوا عليها، وإلى آخره من الهرطقات هذه. على أي حال، الطرابلس بالألف هيك كانوا يتقوا فيها الأولين، أو طرابلس، وتسمى طبعا عبر التاريخ بأويا، وتسميت أويت وأيت وأنس، هذه من الأسماء الشهيرة بها، واشتهرت إلى يومنا هذا باسم طرابلس. كانت وجه كل الحجاج الجايين من غرب الليبي، من الأندلس والمغرب حتى الجارة تونس، وكل من وصف رحلته للحج تكلم على طرابلس بدون شك. نبدو من ابن بطوطة الرحالة الأمازيغ المعروف من طنجة، إلى ابن خلدون مؤلف كتاب العبر عن تاريخ شمال إفريقيا، الكل تحدث عن طرابلس. طرابلس ربما المدينة، طرابلس الإقليم اللي هي طرابلس الغرب، اشتهرت في العهد العثماني. وغالبا نجيب لكم شخص ثاني اللي هو ابن حوقل في القرن العاشر الميلادي، صاحب كتاب صورة الأرض، يقول: وأهلها قوم مرموقون من بين من جاورهم بنظافة الأعراض والثياب والأحوال، متميزون بالتجمل في اللباس زن اللوهات وحسن الصور والقصد في المعاش، إلى مروة ظاهرة وعشرة حسنة ورحمة مستفاضة. وبعدين يذكر فيهم كانوا تجار وباش اشتهروا، وكيف كانت ديما بلادهم متنوعة، وهي بلاد بربرية في بحر الروم، زي ما يقولوش أمازيغ أو بربر أو جبالية ولا غيرها، كان يقولوا بلاد البربر. تكلموا عليها زي ما قلنا رحالة هلبة مسلمين، ومنهم رحالة كانوا في عروم عصور مغلة في القدم زي ما بنشوفه، واني كتبت مجموعة من المقالات اللي ذكرها الرحالة عن مدينة طرابلس. فيقول البكري في كتابه المسالك والممالك، من علماء هذا من علماء القرن الحادي عشر تقريبا: مدينة طرابلس مسورة بصخر جليل البنيان، وهي على شاطئ البحر، ومبنى جامعها أحسن مبنى، ولها أسواق حافلة جامعة، وحمامات كثيرة فاضلة. باهي. وبإطرابلس يوجد مسجد يعرف بمسجد الشعاب، حولها أقباط في زي البربر. وفي القبلة، هنا للتصحيح بس، أظن أنه ما يعرفش اللغة فيظن أن الأمازيغ أقباط أو شيء من هذا القبيل، وهم كانوا مسلمين في ذاك الوقت، فلا أدري لماذا قال هذا الكلام. على أي حال، وفي القبلة مسيرة يومين إلى حد هوارة، وفيها رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون. طبعا أنا قلت لكم بكري شكون هم القبائل هذه اللي تحيط بطرابلس وتتوذى عنها دائما، هي قبائل هوارة، إلى إضافة إلى قبائل زناتة ونفوسة. خلينا نمشي للصفحة اللي بعدها، اللي هي تتكلم ونقلا عن الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق، اللي كان في القرن الحادي عشر، و يقول: ومدينة طرابلس مدينة حصينة، عليها سور وحجارة، سور حجارة، وهي في البحر بيضاء، حسنة شوارعها، متقنة الأسواق، وبها صناعة وأمتعة. كانت هكذا مفضلة العمارة من جميع جهاتها، كثيرة الشجر والتين والزيتون،
وبها فواكه جمة ونخل، لولا أن العرب، يقصد البدو والهمج من القبائل الشريفة، أضرت بها وبما حولها من ذلك، وأجلت أهلها وأخلت بواديها وغيرت أحوالها وأبادت أشجارها وغورت أو غورت مياهها. يعني أشياء كثيرة جدا قيلت عن طرابلس. سامحوني وأنا معلم صفحات هلبة في الكتاب، خلينا ناخذ لي شاي الحرية شوية. يا ادي العير عليقي. ذكر صاحب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وهو من علماء القرن الحادي عشر، يقول: فأول مدن إفريقية على الساحل مدينة طرابلس، وهي مدينة كبيرة أزلية، يعني قديمة هلبة، على ساحل البحر، والبحر يضرب في سورها، وسورها من حجر جليل ومن صلع الأولين، وهي كثيرة الفواكه جمة الخيرات، وأكثر أهلها تجار يسافرون برا وبحرا، ولهم سماحة في تجارتهم، وهم أحسن الناس معاملة، ضد أي بخلاف أهل سرت، وهذا موضوع تاني مش نفتحه. طيب، وهنا رحالة بعدها مباشرة، اللي هو الرحالة الأندلسي أبو الحسن القلصادي من علماء القرن السادس الميلادي، يقول عن طرابلس: وبلغنا طرابلس فنزلنا وتلاقينا مع بعض الأصدقاء وحبونا بالبر والإكرام، ولما ولم لا، فهم أكثر من يحتفي بالتجار ويكرم الحجاج وينزلهم أعلى منازل الضيافة. كانت في فنادق خاصة بالحجاج وما يخدوش عليهم في فلوس في مدينة طرابلس على حال. فيه كذلك الرحالة التيجاني في القرن الرابع عشر الميلادي، يقول: ولما توجهنا إلى طرابلس وأشرفنا عليها، كاد بياضها من شعاع الشمس يغشي الأبصار، فعرفت صدق تسميتها، تسميتهم لها بالمدينة البيضاء، من أسامي طرابلس المدينة البيضاء. قال عن كرم وجود أهل طرابلس الرحالة الموريتاني ابن طوير الجنة في القرن، أظني ابن طوير الجنة مش متأكد أني صراحة أمتى، وأظنه القرن التاسع عشر. وأما يقول: وأما ما فعل معنا أهل طرابلس، هذا يتكلم هنا لما هو متجه للحج، من أنواع الإكرام وأنواع الإنعام فلا تحصيه الدفاتر، وتقصر عنده أو عن عده الأقلام والمحابر. هل بهلبة اللي تكلم على طرابلس أهو واحد تاني، يقول عثمان الحشائشي في القرن التاسع عشر عن أهل طرابلس: اعلموا أن أغلبهم، يقصد أهل طرابلس، من البرابرة، وهم على كمال بشري في أنفسهم، يميلون إلى التجارة خصوصا في هذه السنين الأخيرة، فلهم متجر عظيم مع أهل السودان من برنو وواداي وتشاد وغات وغير ذلك، لا يميلون للغرباء في أول الأمر، يعني ما يفتحوش للغريب من أول مرة، لكنهم إذا عاشروا الغريب أكرموه وأعتبروه كأنفسهم. كرم أهل طرابلس، الأقليم طرابلس. طبعا كان احتكار، من لما نتكلم على الشاهي، احتكار الشاهي في طرابلس على يد بن باني أو بن باباني عفوا، اللي هو مشاني ونحوم الربيب من هو طرابلس، تجار الشاهي في ليبيا، يجيبوا فيه من برا نصارى زي ما يقولوا زمان، من ليفورنو. ليفورنو اليان كلها يهود ليبيين معبية. طبعا من الموزعين الكبار للشاهي في طرابلس عيلة هارون من أمازيغ دامس، احنا نتكلم وراء القرن الثامن عشر، يعني 1700 وشوية. والله صدعونا راسنا أهل الكوازي اللي مش محترمين عاصمتهم، مش محترمين بلادهم، مش محترمين الحضارة، الاستقرار، المدنية، القانون، ولهذا ندرت هذا الواحد عليهم يعني.
وصدعونا رؤوسا زي ما يقولوا يعني. فيقول الشاعر النفوسي باللغة الأمازيغية: الطاس الطيزاي خدمت الدفكية جاي، خدم دفكية نتشغ فنو يعطب ديد. زي ما قلت طرابلس حاميها أهلها وجيرانها، والأمازيغ يدلعوا في طرابلس على فكرة لما ينطقوا فيها، ما يقولون طرابلس بالطاء بس يقولوا فيها بطاء مفخخة بالأمازيغية اللي هي ضاء. الطاء في الأمازيغية لما تتخفف ويدلعوها تولي ضاء، فيقولوا لها طرابلس مش طرابلس، طرابلس. به عودة على الرحالة، وخلونا نتعرفوا على رحالة واحد تاني وإن شاء الله ما نطيحش الكتابات. باهي تعرفوا الحق يعني الرحلات العلمية اللي حطت في طرابلس لا تحصى، وبدت من القرن الثامن عشر تقريبا. الرحلات الأجنبية نقصدها، الرحلات الأجنبية اللي مرت على طرابلس كانوا هلبة. لكن أول رحلة كانت لشكون؟ كانت لويليام لوكس سنة 1750، والثانية للألماني هورنمان 1772، وبعدين الطبيب الإيطالي أغوستينو شارفيلي أظني 1811، بعدين لدونهام ديكسن 1812، بعدين الإيطالي دي لا سيلا 1817. الحصيلة مروا عليها رحالة هلبة 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 مدينة طرابلس، ووصفوها أحسن وصف، وفيها واحد فيهم واحد الحق عجبني هلبة، وهني أنا درت له كوبي عجبني كلامه، خلي ننقله لكم. طبعا هو لما جاء ادعى أنه في ولاية يوسف باشا الكرمالي أنه رحالة مسلم قاصد الحج من الغرب، وقال أن اسمه علي بيك العباسي، لكن في الواقع كان جاسوس كاتالاني من إسبانيا وأظن يتجسس لصالح الإيطاليين، اسمه دومينغو فرانشيسكو باديا، وكان هذا سنة 1807. وعلى فكرة هذا الجاسوس النصراني، هذا الجاسوس النصراني نفسه كان يدعي أنه من الأشراف الأسر الشريفة، وكان هدفه إثارة الفتنة، كان هدفه إثارة الفتنة والشوشرة ضد سلطان المغرب باش تسهل عملية غزو المغرب من قبل الإسبان. معناه من توه وجاي كل من يدعو الشرف ردوا بالكم منهم. هذا الكلام مش عندي، هذا كلام قصدي مؤرخ وموثق راهو. هو يقول هني على ولاية يوسف باشا القرمالي، واللي على فكرة بس للعلم عيلة القرمالي كانوا الأولين بل الوحيدين إلى الآن اللي جعلوا اللهجة العامية طرابلسية لغة البلاط، لغة البلاط، لغة الدولة ولغة كل شيء، هي اللغة العامية الليبية، وكتب الكثيرين عنها. ولعلي نذكر بعض العناوين ونقول لكم، وكما ذكرتش نكتبه لكم كتيبة هنا. يقول الأوروبيون مرغوب بهم هنا، يقصد هنا يعني التسامح مع الأجنبي في طرابلس، بل ومحترمون في طرابلس، ففضلا عن قناصل الدول الأوروبية المختلفة كان هناك تاجر فرنسي وهو شقيق للقنصل، وإسباني مختص ببناء السفن، وطبيب من مالطا، وساعات سويسري. هذا أنت زي ما قلنا في عهد يوسف باشا القرمالي. وللمسيحيين بطرابلس هكذا يقول كنيسة صغيرة يخدمها أربعة قساوسة من الفئة الثالثة من روما، ولوحظ أن لهؤلاء القساوسة جرس في كنيستهم يسمع صوته يوميا في أرجاء المدينة. شوف التسامح. إن هذه الكنيسة ترمم عن طريق العطايا الدارجة و الحرة والراتب الذي يمنحه بلاط روما لها. هذا التسامح عمتا كان في عهد يوسف باشا القرمالي، يعني قبل العهد العثماني الثاني. تسمى تريبولي من قبل الأهالي طرابلس هكذا يقول، وهذه المدينة أجمل بكثير، هذه 1800 رمي هلبة يعني، من أي مدينة في مملكة مراكش، إنها تقع على الساحل البحر وشوارعها ذات استقامة واتساع، بيوتها منتظمة ومشيدة جيدا، وجميعها تقريبا ذات لون أبيض يبهر الناظرين. العمارة أقرب كثيرا للنمط الأوروبي منه للموري،
موري يقصد به البربري في شمال أفريقيا أو الأمازيغي طبعا. البوابات عموما على الطراز التوسكاني، إن أعمدة الحجارة وأقواس على شكل التوسكاني لونها زرق، وأقواس البلاطات هي نوع قريب من ذلك النمط في مراكش. ومن المألوف جدا أن ترى بنايات من الحجارة وحتى المرمر، يقصد الرخام طبعا، يستخدم لتشييد البلاطات والبوابات والسلالم والمساجد، وللبيوت نوافذ مطلة على الشوارع على خلاف الحال في مراكش، غير أنها توصد دائما بإحكام. شوفوا هذا كلام الأجنبي عن مدينة طرابلس، والله القرامطة ما قالوا ربع هذا الكلام عن مدينتهم وعاصمتهم. و خليني نشرب شوية شاهي لأن الموضوع بيطول شكله. نعود 200 سنة للخلف. بهي يقول القائد الإسباني بيدرو دينافارا اللي احتل طرابلس في سنة 1510، هذا اللي احتل إسبانيا طرابلس، يقول: أيها السادة، هذه المدينة طرابلس أعظم كثير مما كنت أظن، وبالرغم من أن جميع الذين وصفوها قد أجادوا الوصف فإنني أرى أنهم لا يتجاوزوا نصف الحقيقة. أنهم لم يتجاوزوا نصف الحقيقة عما قالوا، مع أنهم قالوا كلام كويس لكن ما عاد لم يتجاوزوا نصف الحقيقة. وبين جميع الدنيا وبين جميع المدن التي شاهدتها في الدنيا لم أجد مدينة تضاهيها سواء في تحصيناتها أو نظافتها. على فكرة الغزوة هذه فزعت لها نفوسها بالكامل، وخسرت فيها الكثير من رجالها في القرن 16 هذه، وسجن في ذلك الوقت علماء من نفوسها في قلعتها من قبل الإسبان، وتجد هنا أسماء بعض العلماء الذين سجنوا في ذلك الوقت. أتكلم على طرابلس كذلك المبشر والمنصر الألماني باولوس إيفالدا اللي زارها سنة 1835 أظني، قال: إن طرابلس أصغر من تونس ومن الجزائر ولكن تفوقها من حيث النظافة، هكذا كان يقول. أما الرحال الألماني البارون هنريك فون اللي زارها سنة 1869 فيذكر، خلوني نلقي الكلمة عشان كان يقول، أيوة كان يقول: إن معلم طرابلس الرئيسي هو القلعة ذا منظر جذاب، القصرية الحمراء، وهي من إحدى جوانبها تطل على البحر، ومن جانبها الآخر تطل على مدينة واسعة، أو عفوا ميدان واسع اللي هو تقريبا ميدان الخبزة أو ميدان الشهداء الآن. وتكلم على ثقافة أهلها وكلام هلبة يعني، والطباعة والكتب والجرائد إلى آخره. بعدين بعده فيه آهو الأمير النمساوي لودوفيك سلفاتور اللي زار مدينة طرابلس سنة 1873 فيذكر: والحق أن جميع الرحالين يؤكدون المنظر الرائع لمدينة طرابلس من الخارج، أسوارها أسوار المدينة البيضاء الوضاء، إنها ولا شك في هذا منظر أخاد لا نجده إلا في القليل من المدن الشمال الإفريقية. لقبت طرابلس بالمدينة البيضاء بسبب بياض جدرانها أو جدران منازلها في ذاك الوقت. قال عنها الرحال الألماني بارث، خلينا نقول إيه، قال: مدينة بيضاء جميلة. وكذلك الرحال الألماني غوستاف نختيجال قال: مدينة جدران منازلها بيضاء والشوارع نظيفة ومرصوفة وخالية من الأوساخ والمهملات. بعدها الرحال الأسباني باديا قال: طرابلس أجمل مدينة في مملكة الموريين، الموريين مرة أخرى شمال أفريقيا، مملكة الموريين يقصد بهم الأمازيغ، وتقع على شاطئ البحر، واسعة وبيوتها
منتظمة وتتميز ببياضها الساطع الباهر. أما الرحالة الإيطالي مانفريدو كامبيرو فقال عنها: طرابلس بهيجة المنظر كما تبدو من البحر، وشوارع طرابلس أنظف من شوارع تونس والإسكندرية والقاهرة. هذه تحسب تبي لها شربة باهي. نشوف شكون تاني قال على طرابلس حاجة باهية. هلبة 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 الرحالة اللي تكلموا على طرابلس وقالوا عليها كلام رائع جدا. طرابلس زي ما قلنا أهلها كانوا مسالمين، ما يحبوش القتال ولا يقوا على المقاومة أصلا بدون جيرانهم، هذه حقيقة يعني ما منظرش حد ينكرها. وكان لهوارة المتمثلة في الغرب وشرق طرابلس اللي هم زي ما قلنا بكري مصراتة ومجاورها وزاوية ومجاورها وجبل نفوسة دائما كانت تأتي لنجدتها، وحالنا اليوم ليس بعيد عن الأمس يعني. ففي ختام الحلقة نقول لأهل طرابلس ولأطفال طرابلس: أرقدوا، راو عندكم خوتكم يدافعوا عليكم وأبنائكم يدافعوا عليكم ديما دفاعا مستميت. وحني لما كنا صغار، أنا شخصيا في يفرن كنت صغير، كنا نتغنى ونقول على طرابلس يعني على ما نقوله في طرابلس: يا بعيني ريت اليوم عشية، من دائما نتكلم على الشاهي، بعيني ريت اليوم عشية كده، بعضكم بيتذكر الأبيات هادي: القملة لبست فراشية، ريت الفروج شني، ريت الفروج يتكيف شاهي باللوز، وهو طاسة ونزوز وكملنا الشاهي بالنية. بعيني ريت اليوم عشية، القملة لبست فراشية، ريت الفروج يتكيف شاهي باللوز، هو طاسة ونزوز وكملنا الشاهي بالنية. بعيني شفت اليوم عشية، قملة لبست فراشية. عليه ذكر الشاهي باللوز، في صفحتي في يوتيوب تلقوا وثائقي كامل عليه تاريخ الشاهي في جبل نفوسة، وعرض لوثائق جدا نادرة عن تاريخ الشاهي. وللمعلومية بس، طرابلس كانت أول بلد في شمال إفريقيا يوصلها الشاهي ويصبح مشاع بين ناسها، وفيه وثائق هلبة عرضناها في هذاك الشريط الوثائقي عن استياء فقهاء تونس من عالة الشاهي والحشيشة اللي جتهم من طرابلس. تقول هذه الحشيشة المزتتة اللي جتنا من طرابلس إلى آخره. يعني تجار طرابلس عرفوا التوانسة بالشاهي، وعلى فكرة تجار مصراتة الأحرار هم اللي عرفوا الشراقة شرب الشاهي، وهذا بشهادة الكثير من المؤرخين. تجار مصراتة عرفوا الشرق، وتجار غدامس عرفوا الغرب بشرب الشاهي. في مثل زمان يقولوا فيه: السكر والشاهي والزيت وصرف البيت، راني عليهم ما قديت. المهم الموضوعنا اليوم مش موضوع الشاهي، غير الشاهي جزء من الهوية الطرابلسية زي ما قلنا، بل الهوية الليبية عموما. شاهي باللوز والكاكاوية، هذه رأوا شاهي بالكاكاوية ولا لا بالكاكاوية، عفوا باللوز نقصد. ولذكر الشاهي، كان فيه تاجر طرابلسي من عيلة اثني الغدامسية، وهم من سكار طرابلس القدم. كان عندهم وثائق هلبة عن الشاهي وبيع الشاهي، نقصد مش عيلة اثني، نقصد عيلة هارون. طبعا شربنا الشاهي في طرابلس، وان شاء الله قريب نسمعوا أغنية شاهي الحرية في بنغازي. للتاريخ بس يعني، شخصيا شاركت أهالي بنغازي في ثورة فبراير من ثاني أسبوع، خصوصا عندي ممتن جدا أني شخصيا لأهالي بنغازي، وبالذات الصابري تحديدا، لهم فضل علي كبير. أنا لما هربت من سجن القدافي زمان، أواني أهل الصابري في بيوتهم، وربي فرج عليهم يا رب، ودخلوني في بيوتهم، والله ما يعرفوني ولا عمره شافوني من سنة 1996. نتمنى نسمع أغنية الشاهي الحرية اللي سمعتها بنفسي في بنغازي، اللي كانت تقول: يا شاهي الحرية يا لا 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 لي، يا مشير قهرتنا علي قبرك طوالي، علي قبرك طوالي، يا مشوه سمعتنا يا وجه القنبالي، يا وجه القنبالي، هذه اللازمة يا وجه القنبالي، يا مخلي رايتنا ما يقبلها والي، ما يقبلها والي، هذه اللازمة الثانية. وهيا نخليكم تسمعوا بقية هذه الأغنية، ونتمنى نشرب شاي في بنغازي. علي قبرك طوالي، يا مسرح سمعتنا يا وجه القنبالي، يا
يا وجه الكمالي خلي رايتنا ما يقبل هوالي ما يقبل هوالي ما يقبل هوالي هويتنا يا لا 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 لي حاكم في حاجتنا يا لا 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 لي قتل في ويلتنا يا لا 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 لي حاكم في حاجتنا يا لا 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 لي يا موزع ثروتنا بين تشاد ومالي بين تشاد ومالي